كتعيشي مراحل صعيبة؟ عيتي مثلا؟ أنا بزاف تلاقيت مع الناس قالوا لي في الكورونا تعلمنا بزاف الحوايج، تعلمنا بأن نبغيو هذوك لي سامبل بليزير دو لا في، ما لقيناش هذوك لي بليزير ساهلين في الحياة، نضربوا دورة في لاكوت ما يمكنناش باسكو خصنا نبقاو في الدار. كتعاني من العيا؟ شي دابا حنايا مع هاد الكورونا فيروس اللي منتشرة في العالم غادي نفهموا اننا كنا عايشين في نعمه، من تحيدت لينا عاد عرفنا القيمه ديالها. دونك نستغلوا كل ثانيه كنعيشوها في هذه الحياه، وما نقولوش الحياه ظلمتنا، نختاروا صح. شنو الدرس الاول اللي لقناته لك هذه الازمه؟ تربينا، رباتنا كورونا، رباتنا كورونا، ما كناش مربيين. ماشي بالمعنى ديال ما كناش مربيين، بالحق كنا كنعيشوا واحد شويه ديال الهمجيه. كيفاش كنا همجيين فاطمه زهرة؟ ما كنهضرش على كلشي بيان سور، ولكن غادي نتادبوا في المعاملات ديالنا مع الاخر. كنا ما كنحترموش الاخر. مالوغوزمون اننا ما كنعيشوش هاد القضيه هادي، ما كنحترموش الخصوصيه ديال الانسان. الحياه كتضحك علينا، وخا انت كتقولي بان الحياه ماشي ظالمه، حنا اللي تنظلموا نفوسنا الا بغينا، ولكن الحياه كتضحك علينا، والحياه كتضحك علينا ملي كنختاروا غلط. هي ضحكات علينا في كورونا، ما اختارناش غلط، ضحكات علينا ولقينا راسنا بان توقفات الحياه في فراكسيون دو سكوند، مشاو احلامنا ولا كلشي بحال ولكن انا هضرت على الحياه، هضرتها مع الحياه مع الشخص اللي عايش في هذه الحياه، يعني انا ما هضرتش على الحياه شنو ممكن تجيب لينا، تجيب العالم. واش فهمتي التعامل ديالها مع الشخص بوحده؟ واخا اول حاجه حيدتيها من القاموس ديالك في هذه الازمه؟ عرفت النعمه اللي كنت عايشه فيها، كنت كنتنقل كيف ما بغيت، مي دابا مسدود عليا. صعيب تحس هذاك الاحساس ديال انك البيبان مسدودين عليك، انك الحريه ما كايناش، ما قادرش تتعامل بحريه. اذا اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك لقناه شادة تي في مع تفعيل الجرس ليصلك كل ما هو جديد. مع شادة تحلى المشاهده. شادة اول قناه فنيه بالمغرب.